كابتن عمر اجي لك، يعني يمكن انت بعد عودتك للنادي الاهلي، انت ابن النادي الاهلي، كنت طول عمرك وتعلمت في النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي، طلعت بره فتره وده وضع طبيعي عادي جدا، ورجعت تاني توليت المسؤوليه. حصل الموضوع ازاي؟ مين كلمك ورجعت ازاي؟ يعني كلمني على البدايه. والله كابتن هيثم، انا السنتين اللي فاتوا طبعا، كان من سنتين جالي اوفر ان انا اشتغل في فرقه درجه اولى، فرقه الطيران سيدات، وكانت يعني اكسبيرينس جديده بالنسبه لي ان انا اروح امسك ابقى موجود في فرقه درجه اولى. اشتغلت مع كابتن عماد محمود، وتاني سنه مع كابتن علي هاشم، استفدت طبعا منهم يعني السنتين دول أكيد. فرقوا معايا، والطيران طبعا كان جاي من بعيد جدا، دخلنا التوب 8 في السنتين والسنتين خدنا مره مركز خامس ومره مركز سادس، فكانت حاجه كبيره جدا، تجربه كويسه صراحه. فطبعا بعد السنتين دول كابتن مودي الجرحي كلمني يعني ان عشان ان انا ارجع السنه دي في قطاع البنات. طبعا انا ما ترددتش يعني في لحظه، طبعا يعني ده بيتي وطول الوقت يعني نخدم النادي في اي مكان، وكان عندي تحدي كبير وغيره على النادي ان احنا بقالنا كتير ما بنكسبش في البنات، فكنت جاي وعندي تحدي كبير السنه دي ان احنا نقدر ان شاء الله نرجع بطوله الجمهوريه، بقالها كتير جدا ما دخلتش النادي في تحت 16، بقالنا حوالي 6 7 سنين، فده شيء يعني اكيد اكيد عايز تغيره طبعا. فطبعا بمجهود اللعيبه والجهاز الموجود كله ودعم مودي الجرحي صراحه، يعني عامل مغير القطاع بتاع البنات طبعًا. السنه دي طبعًا. تماما، واي حاجه اي شيء مجاب لاي مدرب، وساعد الناس اداريا وفنيا جامد جدا، فرغك لشغلك بس. يعني كادر اداري للنادي صراحه، مستقبل كبير حقيقي. هيبقى مودي هيوصل لابعد الاماكن في النادي يعني حقيقي، لان هو راجل مجتهد وبيحب النادي وابن النادي طبعا، دي حقيقه، اكيد عامل اضافه قويه في قطاع الناشئين. وبعد كده بعد لما كلمني طبعا كان عندي ميتنج مع كوتش مستر داني، الراجل اتكلم معايا، طبعا هو اتبسط جدا ان انا عندي درايه باللعيبه، وطبعا انا متربي يعني عارف اللعيبه كلها بتاعه النادي، حتى وانت بره النادي متابع النادي طبعا، متابع، والفرقه دي كمان خاصه جيل 2008 كان من سنتين، فيهم ثلاث لعيبه كنت انا مصعدهم من الميني باسكت، لعبوا معايا في بطوله ال 14، كانت ملك معايا، والاثنين التوينز هنا وجودي كانوا في الميني، وكنا شايفين ان هم الثلاث لعيبه بروميسنج جدا، وخدناهم لعبوا معانا.